أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل صالح أحمد يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد في الإسراف الذي نهي عنه، وهل هو خاص بالمال فقط أم تدخل فيه أشياء أخرى؟ الإسراف هو الزيادة عن المطلوب، كالذي ينفق ماله في أشياء لا فائدة فيها أو أشياء زائدة عن الحاجة، ولهذا قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم يقتصد، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بين البخل وبين الإسراف، هذا هو الاعتدال الذي يسير عليه المسلم. نعم.